اهلا بيكم. امتى تشيل اللوز لابنك؟ هل زي ما بيقولوا تشيل اللوز عشان ما تأثرش على رجل الواد؟ ده كلام فاضي. هل تشيل اللوز عشان الواد ما بياكلش كويس فانت لما تشيلها الواد هياكل كويس ويتخن ويكبر وبتاع؟ ده برضو كلام فاضي. هل تشيل اللوز عشان لا يكون عنده حمى روماتيزمية ولا بتلتهب فتأثر على القلب؟ برضو ده كلام فاضي. تعالوا نعرف اللوز وظيفتها ايه بالظبط في الجسم، وامتى نشيلها وامتى ما نشيلهاش. مبدئيا اللوز جزء من الجهاز الليمفاوي اللي موجود في الجسم وليها دور كبير في المناعه، يعني هي اصلا بتهاجم الميكروبات، فما بشيلهاش الا اذا كان في داعي ان احنا نشيل اللوز. ايه هي بقى الاسباب اللي تخليك تشيل اللوز؟ رقم واحد، لو كان حجمها كبير جدا بحيث ان هو بيسد مجرى التنفس احيانا وبيعمل اضطرابات في النوم للطفل. رقم اتنين، لو فيها خراج مش راضي يستجيب للادويه. رقم ثلاثة، لو بتلتهب وبتسبب تشنجات حراريه للطفل. رقم اربعة، لو بتلتهب 4 مرات او اكتر في السنه. رقم خمسة، لو في ريحة وحشة في بق الطفل نتيجة الالتهاب المزمن للوز. رقم ستة، لو في ناحية أكبر من الناحية التانية بكتير وخايفين إذا تكون لا قدر الله ورم أو حاجة وحشة. الحالات دي بس هي اللي عشانها نشيل اللوز. موانع العملية زي أي عملية، لا قدر الله لو في سيولة جديدة، لو في أنيميا جديدة، لو في التهاب حاد في الوقت ده فيفضل طبعا إن لازم الالتهاب يخف الأول وبعد كده نعمل العملية، أو لو في أي مانع تاني للتخدير زي مثلا لا قدر الله مشاكل في القلب أو غيره. يبقى الرسالة اللي عايزين نوصلها ان اللوز لها دور في المناعة، مش عشان حاجات ملهاش اي اساس علمي نشيل اللوز. مفيش حاجة اسمها عشان هتأثر على رجل الواد فنشيلها، ولا عشان ياكل فيتخن فنشيلها. شكرا لكم.